أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم.
من الناس من يعقل عن من بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ كَمَا فهؤلاء إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وَإِذَا قَالُوا إِلَى الشَّيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تجارتهم وما كانوا معتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهبا ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم
قلوبهم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماء حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ولعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ورزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بشورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وطعوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه محق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا عرض الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي بهم كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وأولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض وجميعا ثم استوى إلى السماء فصوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.